هبوط الجبال بعجلة أحادية من المغامرات الممتعة والشاقة. الرياضية الألمانية شتيفاني ديتس تدربت عليها لسنوات وحققت حلمها الغالي، وذلك بفضل شجاعتها وعشقها الجنوني لهذه الرياضة. أحب قيادة العجل الأحادية لأنها تمثل تحديا جديدا في كل مرة، ولأن صعوبتها تزداد مع مرور الوقت. الإصابات والكدمات أمر اعتاد عليه المشاركون في مغامرات العجلة الأحادية بين الجبال، والتي يسمونها الهبوط إلى الجحيم. شتيفاني تتقبل في سبيل هذه الرياضة مثل هذه الإصابات. وكانت الشابة الرياضية قد انتقلت قبل 3 سنوات من مدينة فيينا إلى العاصمة الألمانية برلين، المدينة المسطحة باستثناء جبل التنين دراخنبرغ الذي يبلغ ارتفاعه 99 مترا. سباقات الهبوط من الجبل تتطلب التغلب على المنحدرات الشديدة دون السقوط، ولكن العجلة الأحادية تتسبب في السقوط المتكرر لقائدها، وهنا يكمن التحدي بضرورة تجاوز الصخور والعوائق والوصول سالما وبسرعة كبيرة. تتدرب شتيفاني منذ أكثر من 18 عاماً 3 مرات أسبوعياً، وبدأت قصتها مع الرياضة في أحد الأندية بالقرب من مدينة فرانكفورت. وتقول هذه الشابة إن أصعب شيء هو عدم الاستسلام، لأن التعود على السير بعجلة أحادية يستغرق أسابيع طويلة. الجلوس فوق عجلة أحادية والسير بها أمر ممتع، تشعر معه أنك تسبح خارج نطاق الجاذبية، لأنه من الصعب للغاية الحفاظ على التوازن، فضلا عن ضرورة التغلب على الصخور والأحجار والجذور، ولكن إذا نجحت تشعر بالحرية. في عام 2012 حققت شتيفاني هدفا صعبا مع زميلها لوتس أيشهولز، بطل العالم في السير بالدراجة الأحادية، وتغلب الاثنان على قمة سلسلة جبال دولوميت بارتفاع 3000 متر في غضون يومين. وقبلها بعام اجتازت معه جبال الألب من السفح البافاري إلى جنوب تيرول. تزيد المتعة عندما نصعد لقمة الجبال العالية حيث تتغير ملامح الطبيعة، فاعتبارا من ارتفاع 3000 متر تكون الأرضية جبلية ووعرة، ورغم ذلك أتمنى أن أصل إلى ارتفاع 4000 متر، وهو تحد جديد وكبير بالنسبة لي بسبب خطورته الشديدة. بدأت شتيفاني قيادة العجلة الأحادية بتعلم الحركات الفنية، واستخدمت في ذلك عجلة صغيرة وخفيفة، وتمكنت ببراعتها من الفوز مرتين ببطولة العالم في السباق الحر الزوجي. هذه الحركات والحيل يمكن تنفيذها بعد التدرب عليها مئات وآلاف المرات، وجمال السباق الحر يكمن في إطلاق العنان لخيالي وكأنني أسبح. وعندما أتقن الحركة أؤديها بصفتي شتيفاني بطلة العالم مرتين. تحرص البطلة الرياضية منذ بضعة أعوام على التسلق بانتظام، وتتحدى نفسها دوما لتتجاوز الحدود وتتغلب على الخوف. تسلق المرتفعات يساعدني على تحقيق التوازن في مجال العجلة الأحادية، كما أن التسلق ينشط عضلات أخرى في الجسم. وعندما أرتقي المرتفعات أتغلب على خوفي وأحاول جيدة الاستمرار في الصعود إلى الأعلى. الالتزام هو أهم عنصر بالنسبة لشتيفاني ديتس، التي تصطحب معها عجلتها الأحادية في كل مكان حتى في رحلاتها، وحلمها هو اجتياز مضمار ماونتن بايك باكس في كندا أو الولايات المتحدة.